النور يا عطي. جه وقت السؤال يا عفيفي. ايه اللي وداك السوق ورا الغازية يا عفيفي؟ ده هي اللي جت ورايا يا عطية. اديني امارة الغازية احلى مني في ايه؟ انا قدامك اهو اهو اهو. مين ابن كلب قال كده؟ ده انت اللي جمر. امجات جطة زيي؟ لا طبعا. عاملة شعرها كرواتين زيي؟ عمرها ما عملت كركتين. فيها نحفتي؟ ما ينفعش ولا عطية. اتغني؟ اترقص؟ اغني لك وارقص لك؟ لا 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 غني عطي. كسكلية. كسكسي. قول لا 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 لا. يا كسكلية. ما انا بكسكس عطي. انا بكسكس. ما بكسكس اهو يا عطي. ما تكسكس. ما انا بكسكس اهو. اعريلك. اقلع الجلسون واعريلك. لا هو الاتفاق بقى لما تقلع ما تقلعش الجلسون عشان الدوال يا عطي. ايه اللي وداك السوق؟ مفيش نفسي هفتني على المسجعه قلت اجيب كرمبتين وانا جاي. كذاب يا عفيفي. لحد كده وسطوب يا عطية. مفيش واحد صعيدي اتشتم في بلدنا. على النعمة تضرب على عنكفة. كده عنكفتي هتحمر يا عفيفي. انت اللي بدكتي. اقول لك عشان الجامع ولا الغازية؟ ايه قولك لو اديتك القاضية في الحتة دي؟ ايه فعلا بقت فاضية يا عطية؟ شحات ومد ايديه وكسر خاطره حرام قاصد تحنه عليه يا محسنين الغرام. روح لله لله. اسرح لله لله. روح لله لله. بس خلاص انا مش هزلي نفسي اكتر من كده. خلاص براحتك. انا ست برضو ليا مشاعر. بعدين هو عايز ايه تاني؟ ما انا عملت شعري ولبست له ضيق. اعمل ايه تاني؟ على فكره احنا لازم نبعد عن بعض يا فوزي. قيمه 7-8 سنين كده. صح عندك حق. هو الطلاق في اغلب الاوقات بيبقى روشته علاج. بيبقى روشيتا. بس ما تنساش بقى تديني مؤخري ونفقتي وعفشي. وعفشي ليه؟ ما الشقه اللي انت ورثها على قلبك دي كلها هتبقى بتاعتي انا. الشقه من حق الزوجه يا بابا. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بهزر معاكي. انت صدقتي؟ ايوه تعدل كده. ما اعرفش اتفك معاكي الكلمتين. لا اتفك يا بنت. انت حب عمري. انت حب عمري. حبيبي. عارفه احلى حاجه فيكي ايه يا رأفت؟ ايه؟ روحي. من قلبك يا فوزي. عارفة حبيبتي لولا الملامة كنت صورت خلقة أمك دي وحطيتها على علب السجاير عشان الناس تبطل تشرب أم السجاير دي خالص. من قلبك يا حبيبي. طبعا يا حبيبتي. عايزه ايه؟ اسم الله. هكون عايزه ايه يعني؟ مش تاخد الريح من البلاط. النهارده الخميس يا حالتها. النهارده الاثنين مش الخميس. وماله الاثنين؟ ما هو الاثنين حلو برده. بس انا بصراحه عندي تنفيض وغسيل ومواعين وعايزه ارد على العيال. حبيب قلبي. ايش يا حبيبي؟ ما تيجي نخلي كل ايام الاسبوع زي بعضه. وبالمره نغير نظامنا مش عاجبه ده. والغسيل خلاص بقى. ما انا غسلت ونشفت ودلوقتي فاضيه لك. خليه عندك دم. انا مش عامل حسابي وزهقان بقى. هي كده. طب ماشي يا اخويا ماشي. انا بقى هكلم قمر واحكي لها على كل حاجه واقول لها انك مش جاهز عشان مش معاك الحبايه الزرقاء اللي متعود عليها سبت واثنين وثلاث وخميس وجمعه. ماشي يا ايش انا هوريك رقه على اصولها عشان تشوف رقه بجد بقى. يا رب عربيه تخبطك يا رقه يا بنت ام رقه. غمض عينك. ايه غميضه 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 يا ابويا على الهوا غميضه. لا لا عيت. ايوه اوعي يا بنت ترميني من البلكون. لا اسم الله عليك. تعالى كده كده اقعد هنا. وانا اقعد هنا فتح فتحي.